عايز اسالك كمان عن رايك في المسيره الرائعه اللي بيقدمها المصري محمد صلاح منذ سنوات في الدوري الانجليزي او حتى قبلها في الدوري الايطالي. L'esperienza inglese? Beh, insomma, Salah è stato أقول لكم محمد صلاح والمتألق دائما الملك المصري الذي نراه دائما في تفوق وتألق. نرى بعض اللاعبين مستواهم يضعف، لكن هذا دائما نراه، وأن مستواه كلما تقدم عمره كلما زاد مستواه، كلما زادت خبرته، كلما زاد تألقه في الملاعب. محمد صلاح أشبهه دائما بالحصان الأسود الذي لا يهدى له بال إلا أن يحرز ما يتمنى. محمد صلاح مختلف في كل شيء، مختلف في عقليته، مختلف في لعبه، مختلف أيضا في قدمه، مختلف في قوته أيضا البدنية. محمد صلاح في كل الأحوال هو شخصية عريقة جدا. هل تتفق أن محمد صلاح هو أعظم أفريقي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ Cosa vuoi dire con ha giocato nello scudetto inglese? Il più grande calciatore. مرة أخرى، هل تتفق أم تختلف أن محمد صلاح هو أفضل من أفضل أفريقي لعب في الدوري الإنجليزي؟ أوكي. نعم. نعم، ليس فقط اللاعب الأفريقي الأفضل الذي لعب في الدوري الإنجليزي، لكن محمد صلاح تصنيفه أعلى ويخرج عن أيضا إطار إفريقيا بشكل عام. رغم ان انت عشرت واحد من اعظم اللعيبه الافارقه ايضا في تشيلسي، ديدي دروجبا كان لاعب عظيم ايضا. ادوارهم مختلفه. ديدي دروجبا هو مهاجم مختلف عن صلاح نوعا ما، لكن أظن أنه لم يحرز ولم يتفوق على النجاح الذي وصل إليه محمد صلاح. لا نقول أنه لاعب ضعيف أو ما شابه، ديدي دروجبا لاعب كبير أيضا، لكن إذا قارنا وإذا عقدنا المقارنة ما بين دروجبا وما بين محمد صلاح، له كما قلنا محمد صلاح له عقلية مختلفة. محمد صلاح يلعب بعقله قبل أن يلعب بقدميه، وأنا دائما أصوب التركيز على محمد صلاح، تكتيكاته، تحركاته، عقليته كالصقر في الملاعب.